سيخوض طهيان اثنان معركة حاسمة لتستمتعوا بالمذاق. مايك مهووس باللحم ولا يوجد لديه أفضل من طهي ما يصيده بنفسه. أريد طهي اللحم. الخضر برأيه للضعفاء، ولا شيء يعلو على طعم اللحم الطازج. قطع كبيرة من دهن البقر لذيذ. لي المهووس بالخضر يحب الخضر ويمارس اليوغا، ويؤلمه قتل الحيوانات لتقدم على طبق. لا أكل اللحم، الأمر مختلف مع الخضر. إنه يلوم اللحم على انتشار محبي اللحم، حيث الطعم اللحم يسد الشهية وتفتحها الخضر. انظروا إلى هذا الطعام، يبدو شهياً. سيحاولان إبهار بعض من أكثر ذواقة العالم انتقائية. طعمه جيد. لا 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 لا، هذا حقاً لذيذ. في مسابقة طهي محمومة، حيث يتنافس اللحم والخضر. تشاهدون في حلقة اليوم محب البرجر دهني نيك. عليه الاستحمام بعد أكله، كله أذان صاغية. هذا الطعام لن يعجب أحدا. فيما سنت محبة الدجاج دون أسنانها. لافتات الدجاج بين أسناني. يتنافس طاهيان للفوز بثلاث مسابقات طهي. الضيف الأول هو محب البرجر نيك أندرو. أنا أحب البرجر كثيراً. أجل، إنه مهووس بكل شيء دائري مكتنز باللحم. أنا أقصد البرجر وليس شيئاً آخر. الأمر يتعلق بتحضير البرجر، تحضير الخبز وتحميصه، استخدام قطع من الدهن، الملح في مقلاة حارة، بعض الملح هنا، وردي في المنتصف، ثم الخس. أنت مهدد بأن تصبح مدمناً على البرجر، لكن قل لي، ما هو البرجر الجيد؟ اللحم والخبز والجبن الثلاثي الذهبي. ماذا؟ وبعد كل هذا، ليس للطاهي النباتي لي عمل هنا. لنرى ماذا سيحضر الطاهيان من أجل نيك. أجل. لأن نيك يحب البرجر والجبن المذاب واللحم مثلي، سوف أحضر له طعامه المفضل. سوف أقدم له أفضل برجر على الإطلاق. قطعة كبيرة من لحم الخاصرة سأفرمها مع اللحم المدخن والمطهوي حتى القرمشة، نوعان من الجبن، وحلقات البصل الرائعة، والرقائق والمايونيز بالطبع. يا إلهي، هذا يجعله يفضل اللحم على الخضار. يطلق نيك على نفسه لقب مهووس البرجر، وقد جرب حمية خضر للشهر. ومع الحياة هناك الأمل. برجر أومامي سيغير حياته، سيكون أفضل برجر أومامي. تذوق، سيعجبك. سأضع الكثير من الفطر وعشب البحر والمكسرات. سأضيف صلصة هويسن وبعضاً من معجون ميسو، وسأقدمه مع الخبز المحمص وبعض المايونيز المتبل. سأبقيه طبقاً نباتياً. سأجعل التنافس يصل إلى حد عال. لدي بعض قطع القرع المشوية. بعد هذا البرجر سيزيد حب نيك للفطر. لتحضير البرجر استخدم مايك لحم الخاصرة، فيما أضاف لي عصير العنب وصلصة ميسو للفطر. هذا رائع، هذا مسحوق أمامي، فيه عشب بحر، اسمه جميل أيضاً أمامي، هذا مكون السري. إنه يعني لذيذ باليابانية، إنه برجر لذيذ. كيف ستحول هذا إلى برجر؟ في الطعام النباتي يا صديقي مايك، نحضره كهريس. لا بالتأكيد، سنتركه قطعة واحدة لكي يحتفظ بقوامه. بعد ذلك أضاف لي المكسرات والثوم المدخنة إلى المزيج، فيما أضاف مايك بعض الخضر للحم البرجر. لحم بقر، إن أردت صنع برجر لا تستخدم لحماً رخيصاً بل جيداً، إنه يستحق ثمنه. هذا جيد يا صديقي، يمكنني طهيه، لكننا نتحدث عن برجر، لذا سأفرمه. قطع كبيرة من الدهن، لذيذ. مؤكد سوف تنشر داء النقرس بين الناس. هذا مذهل. لا أصدق هذا. هيا، أنت تريد القليل. تذوق. لا أريده. إن تابعت تناول البرجر فستصاب بالنقرس في الأربعين. أنا في الأربعين ولست مصابا بالنقرس. فلنبدأ بالفرم. هذه قطع دهن كبيرة. مايك يفرم، هذا رائع. ها هي قطع اللحم تأتي. لا يوجد أسوأ من البرجر النباتي بالتأكيد. لن أحول نيك للبرجر النباتي فحسب، بل وأنت أيضا مغرور. أضاف مايك البصل والتوابل للحم المفروم،
يوجد الكثير من الدهن هنا. لاحظت أن الطعام النباتي يحتاج للكثير من المكونات ليصبح له طعم، 30 مكوناً على الأقل في الوصفة الواحدة. لقد استخدمت 17 مكوناً. مايك يفرم اللحم فقط، النباتيون بصحة تامة ومحبو اللحم يستخدمون طاقاتهم للهضم، إنهم يهضمون طوال اليوم. الإنسان صياد وجامع ثمار. اذهب. صياد وجامع ثمار. اسكت. صياد وجامع ثمار. اسكت. نحن نصيد طعامنا. هذا مهين، إنها الهرمونات التي أكلها، سيحتاج لحارس قريبا. كل هذه الخضر هراء بلا فائدة. اذهب وافرم اللحم. حضر لي الفطر المهروس على شكل قرص برجر، إنه يبدو كلحم مايك. أنا لا أريد أن أحضر برجر طرياً، بل سأحضر برجر نباتياً. وضع صلصة هايسن ليصبح البرجر بنياً. لا يوجد دهن في هذا البرجر، لكن مايك حضر نوبة قلبية في خبز. ألم تتحدث عن الصحة؟ يوجد الكثير من السكر هنا. القليل من صلصة هايسن سيعجبه هذا. هذه الرقائق ستكون شيء الوحيد الرقيق على طبق مايك. برجر ورقائق، سأحضرها. لكي يتماسك أضاف مايك بعض الدهن إلى البرجر. حلقة البصل. فيما بدأ لي بتحويل المكسرات والثوم إلى زبدة قشدية. لا يمكن لأمامي أن يهزم اللحم، الأمر بهذه البساطة. مايك يحضر البرجر من خلال مزج المايونيز بيده، لكن لي يفضل أسلوبا حديثا لتحضير نسخته من البرجر. أترى محب اللحم لديهم عضلات؟ لا أحتاج للخفق، انظر إلى هذا، إنه ضخم. اقترب من البرجر هنا، انظر إلى قوامه، إنه مذهل. سيبدأ تشكيل البرجر الآن. تبدو كأبراج من الطعام. برجر ذو قصتين. البرجر المذهل. إذن هل سيعيد برجر الفطر بالمايونيز المتبل أبجدية نيك في البرجر؟ أم سيفوز برجر مايك مع الرقائق وحلقات البصل بالتحدي؟ تم عصب عيني نيك لكي يحكم على النكهة فقط، والبداية مع الخضر. حسناً لنبدأ. هناك بعض الحلاوة. الخبز صلب ومقرمش، ربما يوجد جبن. هل ترى؟ لقد خدعته. ربما بعض البابريكا وبعض الحمص. تأثر بالنكهة اليابانية. توليفة رائعة وعصرية. وعصرية، إنه نجم. أعجبك؟ أعجبني، إنه برجر نباتي طري بالجبن. متماسك قليلا. متماسك. إنه محمص كثيرا، ربما كان هذا الطبق النباتي. ليس سيئا. ليس سيئا. أتقبل هذا. على كذلك، كيف سيخدم هذه القطعة؟ حسنا، الثانية. ها نحن ذا. الدهن سيغطي وجهه، سيحبه. من جديد، الخبز يبدو مقرمشا والأعشاب جيدة. أورغانو. لا أعرف ما على الوجه، هناك بعض البصل، وربما كان منقوعا بشراب العنب. إنه يحب الطعام، أنا أستمتع بذلك. أنا واثق أنه لحم، إنه عصاري جدا وطعمه لحم. أجل، لحم متكرمل أيضا. نعم، هذه كلمات جيدة لك. هذا جيد، وأنا واثق أنه طبق اللحم. لقد عرف. أحسنت نيك. يمكننا الآن إزالة العصابة. نعم، هذا طبق الخضر. علينا أن نجعل نيك يطهو معنا. رخو جدا، ملفوف باليد. أنا أحب البرجر الرخو. نعم، إنه شغوف بالبرجر. أحب البرجر الرخو. حانت اللحظة الحاسمة عندما يقرأ البطاقات. حسنا، مكونات البرجر النباتي. هناك فطر عالي الجودة والبازلاء وعشب البحر. عشب البحر أيضا. هذا مذهل، لم أميزه أبدا. مذهل جدا. مذهل جدا. إنه برجر رائع. سنرى إن كان سيحب برجر اللحم. لقد احتفظ بالمديح لطبقك مايك. سنرى. لقد احتفظ به لك. سنرى. هذا جيد جدا. جيد حقا. هذا جيد جدا. طرية ورخوة. أحب كيف يستخدم يده. إنه رائع، التهمها كلها. هيا إلعق أصابعك. سيحتاج للاستحمام بعد أكله. اشتقت لطعم اللحم، لنجرب هذا. هيا التهم. لقمة رائعة. سأجرب حلقات البصل. اغمسها بالمايونيز، ستكون لذيذة. إنه يفحص المكونات ويستمتع بالتهام البرجر. مايونيز بالثوم المحمر، لم أنتبه لطعم الثوم، لكن زوجتي ستنتبه. ربما لا. هل سيحصل برجر مايك بالجبن واللحم على رضا نيك؟
أم أن البرجر الذي صنعه لي النباتي سيغير رأيه؟ لنعرف معا. أعتقد أن البرجر الفائز لدي هو برجر اللحم. فاز اللحم، لقد فزت بالجولة. إذن فالجولة الأولى لصالح مايك، والآن على لي أن يعوض ذلك في تحدي الالتهام. في كل حلقة يتحدى الطهيان بعضهما باستخدام أغرب المكونات لتحضير أطباق يقومان بعرضها على أشخاص ذواقين لمعرفة آرائهم. سيقوم لي هذه المرة بتقديم مكون مليء بالدم لن يجرؤ مايك على لمسه. على مايك العمل كثيراً على هذه الزعانف. سأخذها، ابتعد الآن. حسناً، هذا فطر سان جورج، هذا سهل لك، اقليها. بعض الزبدة وبعض الثوم. البعض لا يحب الفطر والبعض يحب اللحم المقدد. 97% من السكان، 1% من السكان. ربما كنت محقاً، لست قلقاً من هذا التحدي. حسناً، شكراً لك. تشاهدون في حلقة اليوم الطهيان يحضران موسيقى حلوة نوعاً ما. ستحدث صدمة في تحدي الالتهام. أذان مقرمشة. أوه لا، تفضل دونا ماري ألا تبتلعه. أوه، وكما تابعنا اختار ملك البرجر نيك أندرو طبق برجر اللحم كفائز في الجولة الأولى. برجر اللحم يحتاج محب الخاص لي لبعض السحر ليتفوق عليه. هذه جولة صعبة، إنه تحدي الالتهام. جعل مايك مهمة لي سهلة اليوم بإعطائه فطرة سان جورج، سهل لدرجة أن لي قله مع زبدة الثوم. لكن لي أعطى مايك مكوناً صعباً لتحضيره، وهو أذن حيوانية. حاول مايك كل ما في وسعه لتغليفها بالبابريكا، لكن هل ستعجب هذه أعضاء نادي التسجيلات الرقمية؟ فلنعرف الجواب معاً. مايسترو الموسيقى، ما الذي حضرته؟ فطرة سين جورج مع بعض الزبدة. آذان مقرمشة، مقرمشة. مايك، لقد أوقعت بعضاً من الدهن هناك. موسيقى جاز بأورغن هاموند، رائع. يا رفاق، أعيرون انتباهكم قليلاً. تذوقوا الخبز مع مكون غامض، هيا. هذا جيد. جيد، بداية جيدة. بداية جيدة. تابع الأكل. من الصعب تمييز طعم اللحم. مايك نفسه غير واثق. الطعم رائع جدا. أنا لست مغرما جدا بالفطر. قف هناك، هل نبدأ بالطبق الجيد؟ أنا أحب كل شيء فيه ثوم. أحسنت، هذا ما أود سماعه. أذان مقرمشة. لا، لا، متفاجئة. توقفوا عن التذوق، حان الوقت لإبداء الرأي. لقد أحببت الاثنين، لكنني سأختار الفطر. أنا أفضل الفطر. الفطر، طبق الخضر. الفطر، الفطر، الفطر. أوه، لقد كانت هزيمة ساحقة لمايك ونصرا كبيرا للي في تحدي الالتهام. وبهذا ننتقل إلى الجولة الثالثة التي سوف تحسم النتيجة. أجل، يا ستكون هذه الجولة حاسمة كجولة سومو. فلنحيي الطاهيين. الضيف الأخير اليوم دونا ماري فوستر، التي تحب المطبخ الكاريبي طالما احتوى على الدجاج. عندما أفكر أنا أحب الدجاج. ترغب في طعام صحي واستكشاف الخضر. أن أكون نباتية فهذا صحي لي.
لكن هناك طعام لا يمكنها العيش بدونه. أحب الدجاج، ومن أيام الأسبوع السبعة أتناوله لأربعة أيام. فهمنا الفكرة، تحب دونا ماري الدجاج؟ الدجاج التايلندي، الدجاج الكاريبي والمشوي. نعم الدجاج، إنها تحبه كثيرا. صدر الدجاج، الأجنحة، كل ما في الدجاج. حسناً، أقسم أنني أصدقك بشأن الدجاج، لكن لنتأكد أن الطهيين فهما ذلك. ما هو الطعام المفضل لديك؟ الدجاج، الدجاج، أحب الدجاج، الدجاج. يبدو أن إبعاد دونا عن حبها للدجاج مستحيل، فلنأمل أن يبلي الطهيان حسناً. لا فتات الدجاج بين أسناني. دجاج، هذا رائع، سهل جدا. لن أحضر الدجاج بل البط. سأطهو صدر البط الجميل المغطى بالعسل وصلصة الصويا والتوابل، ثم سأقدمه مشرحا وورديا ورطبا وبصلصة رائعة محضرة من الفليفلة الحارة، المكون الهام في المطبخ الكاريبي، والمانجا سيكون حارا جدا. سأحضر اليوم يخنثا كاريبية كلاسيكية، وسأضيف البطاطس الحلوة وهريسة حليب جوز الهند، طبق كاريبي تقليدي مع بذور غونغو. سأستخدم الفليفلة الحارة والحلوة أيضا، سأزينه ببعض اليوكا، إنها قطعة صغيرة أحتاج الآن لنخلة وقليل وبعض الشمس. أثناء عملي لي كان مايك يحمر البط في مقلاة. توجد هنا قطعة دهن جميلة، عظيم، رائع حقا. وإن كانت الشرايين تحتمل، سيمزج كل التوابل، الكمون وصلصة الصويا والعسل لتلميع لحم البط. علي سرقة شيء من الهيبي. مايك خرق القوانين، هذا ليس طبقا كاريبيا. أريد الفوز. في هذه الأثناء انتقم لي من مايك وأضاف الباذنجان لليخنة وأضاف سلاحه السري الحار. هذه فليفلة حارة، دونا ستحبها كثيرا. طبقي أكبر من طبقك. الفليفلة أكبر. الفليفلة الصفراء فاكهة، وهي الوحيدة بين أنواع الفليفلة، وتبلغ 300,000 وحدة على مقياس سكوفيل. أرجوكم اغسلوا أيديكم قبل أن تلمسوا أي شيء، إنها حارة جدا. حليب جوز الهند مع جوز الهند الطازج المطحون، ما رأيك؟ هل يكفي؟ عادي، سمعت هذا من قبل. انظر، هذا خال من اللحم، لونه جميل كالمانجا، والذي يعد واحدا من أغنى الفواكه. من الرائع رؤية مايك وهو يتذوق شيئا غير اللحم. بعد قضمة مانجا كبيرة أضاف مايك ما تبقى من الصلصة قبل تحميص الفستق. في هذه الأثناء كان لي يشرح الذرة. لحظة، أنت تستخدم نبتة مكتب. هذه يوكا صديقة. إنها نبتة شائكة، جذور لذيذة. سأقوم بتحويل هذه إلى فتات ذهبي مقرمش لأضعه فوق اليخنة، وسأضيف حبوب غونغو الجميلة. لحظة، أسمع نبضا. كان لهذا نبض. نعم أعرف، حتى جاء مايك. أعرف، وهو الآن ميت ولذيذ. المسكين الصغير. شرح مايك صدر البط الوردي. سيكون هذا كعاصفة مذاق قبل تحضير الصلصة الحارة جدا. إنها حارة جدا. واو. أضاف لي قشدة جوز الهند قبل تزيين الطبق بفتات يوكا. أوه، دونا ستكون محظوظة بالتأكيد. بطلة الدجاج دونا ماري مستعدة للتذوق، لكن هل عصب عينيها سيحيرها؟ لا يوجد دجاج هنا، فهل يمكن ليخنة لي أن تفوز؟ أم أن لحم البط الحار مع الصلصة سيفوز؟ ستجرب اللحم أولاً. هيا دونا، تذوقيه، هيا. لقد تذوقته الآن. لقد تذوقت؟ لا لا، كل اللحم، كل اللحم وليس الصلصة. لماذا؟ كل اللحم. هذا حار، تحب الحار؟ إنه حار. ربما أنه حار، لكن ليس كثيراً. حار. أظنه طعم مانجا. لقد أحبت المانجا، لا تقلق. لحظة، هذا جيد. هذا جيد. أعتقد أن هذا طبق اللحم. صحيح على الأقل. اللحم قاس قليلا. قاس قليلا. لحم مقدد.
إنه بعض الزنجبيل. لا يوجد زنجبيل. حار جدا وقاس جدا. لحم وزنجبيل وسلطة مانجا. كيف تحول لحم البط إلى لحم مقدد؟ غريب. أنا عبقري. أنت مذهل. جرب الخضر الآن من فضلك. نحن ذا. كلي بفمك. يوجد جوز هند فيه. أنا أحبه. تحبه؟ بداية جيدة. أنا آسفة. أنا آسفة. لحظة. أيجب أن أمضغ؟ هذا سيء. لا أستطيع. هذه أول انتكاسة. أريد زوجي. لا أصدق أنني أمضغ هذا. لحظة. إنه فتات. هل علي مضغ هذا؟ لا أعرف، لكن هناك غلاف علي. لم يكن هذا حيواناً، إنه جوزي النكهة. جوزي؟ نعم. يبدو أن الطاهية ماهر ليبدو هذا وكأنه مخلوق. هل يمكنني تذوق المزيد؟ أعتقد أن هذا طبق الخضر. فتات؟ هل هذا لحم؟ ما هذا؟ تركتنا معلقين. أعتقد أنها أحبت طبقك. إنها تبتسم أثناء. هذا لذيذ جدا. يا إلهي، أحببت هذا. مرحى. هذا رائع. عرفت أن فيه جوز هند. أنا أحبه. وحبوب غونغا من جامايكا، لهذا أحببته. طاه ماهر. لحم بط طعمه مختلف عنه في المطعم الصيني، لكنه ليس بجودة الدجاج. رأيت، لقد صعبت الأمر على نفسي، لم أختر الدجاج. نعم صحيح. أحب الدجاج، لكن هذا جيد. يبدو أن دونا ماري معجبة بالخضر، لكن هل يمكن أن تختار البط؟ أم أن يخنة غونغو ستجعلها تتحول إلى الخضر؟ فلنعرف الجواب. الطبق الفائز بالنسبة لي هو طبق الخضر. إنه مذهل، حقا لذيذ ورائع ومدهش. نعم. نعم. تحول آخر مايك. حظا أوفر. لقد فاز لي النباتي بجولتين. إنه نصر للخضر، ولن يكون هناك لحم على قائمة اليوم. في هذه الحلقة كانت النتيجة 1-0 للخضر، ولم يتمكن مايك من التفوق. انضموا إلينا في الحلقة القادمة من هذا البرنامج.